نور، ساعات قليلة منودع فيها شهر رمضان الخير والبركة ومنستعد لاستقبال العيد، لكن بأي حال بدنا نسأل حالنا كيف رح يعود علينا عيد الفطر السعيد؟ أبرز معالم حياتنا غير فيروس كورونا المستجد، كيف رح نتحضر ونستحضر قيم العيد إيجابياته لتكون هالمرحلة هي وقفة مع الذات، فرصة لفتح يمكن صفحة جديدة وبداية جديدة؟ موضوع رح تخبرنا عنه خبيرة التدريب ومهارات الحياة مريم العيسى. صباح الخير. صباح النور حبيبتي. كل عام وانت بألف خير. بألف خير حبيبتي. كل عام وانت بخير. صباح الخير حبيبتي. يمكن اختصرنا شوي بالمقدمة المعنى الحقيقي لشعور الناس هلا، يعني في كثير من الناس بتقلك نحن في ظروف استثنائية وصعبة، في وضع معيشي كمان صعب، فكيف أنا برغم كل هاي الضغوطات بدي أكون روحانية أكثر، أقدر أنا أستحضر الأشياء الإيجابية من العيد؟ تمام. هلا شوفي الظروف، خليني اقول لك اذا بدنا نحكي عن ظروف، فالظروف مستمره يعني من اول ما بيخلق الانسان لوقت بتنتهي حياته. صحيح. هو بتقلبات. هلا بقول عم تتابعنا قاعدين وعم تفلسفوا علينا من لا, لا 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 يعني لا. عم نحاول نكون قريبين. بالعكس، انا منشان ما نحكي بس عن هي الفتره، عم بحكي عن انه الانسان بشكل عام بكل حياته من اول ما بيخلق لتنتهي حياته فهو بيمرق بموجه من الظروف طالعه ونازله. تمام. احيانا بتمتد هي الموجه، خليني اقول، لظرف مثلا ما او لظرف خاص او عام او خاص يعني مو خاص بس هو فيه بالبلد كله يعني، فبينزل بموجه مثلا خلينا نقول ظروف ما أنا مناسبه، بس العيد بيضل عيد. يعني العيد نحن دائما احيانا بنشوف اشخاص بنقول لهم شوفتك مثل العيد، بنعبر عن انه قديش هذا التعبير يعني عن الموضوع العيد قديش هو حلو، وقديش بالذات لانه ممكن مرتبط بطفولتنا، مرتبط باشياء حلوه، فدائما ارتباطه بهي القصص هو اللي بيخليه لحاله بيستقدم الاشياء الايجابيه يعني الجميلة. وحتى على فكره حتى الكبار يعني حتى ما يعني يمكن تربينا او تبرمجنا على انه العيد للصغار، بنسمع هذه الكلمه كثير وهذا الشيء ما له مزبوط يعني. وانت بتشوفي بتلاحظي حتى الكبار لما بتشتري انت قطعه معينه للعيد، سواء ثياب، سواء انت عم تحضري اكلات معينه للعيد، سواء بدك تحضري لزيارات معينه رايحتي لها، انت بتفرحي فيها، بس نحن تعودنا مثل ما حكينا انه نحن بنخصه بالصغار، مع انه هو العيد يعني لازم يكون شعور الكبار فيه اكثر. صحيح. لانه بالعكس انا شخص هلا تحملت مسؤوليه وصار مسؤولياتي كثير واطفال والى اخره، فانا احق بهي الاجازه خليني اقول البسيطه. بس حكيتي بالمقدمه انه صرنا فتره نحن بظرف كورونا وبرمضان وكذا وقاعدين بالبيت، فهي وين كلها صارت متغيره، فهي هي الفكره بانه انا لازم خليني اقول لك التقط اذا في لحظه اليوم ممكن انا اني افرح فيها، اني انبسط فيها، اني غير جو فيها، فلازم يعني اتمسك فيها، مو اقول يلا يوم وبيمرق. مرتبط بالعيد كمان انه هو خليني لك عيد الفطر، كونه انه بعد صيام رمضان فهو نوع من خليني اقول مكافاه للناس اللي صايمه، ونوع من الاحتفال، نوع من الفرح، وهو شعيره يعني من شعائر المسلمين اللي هي الناس لازم تضل متمسكه فيها ولازم تورثها بس بالطريقه الصحيحه. ومثل ما حكيت ما نقول انه هي بس بتخص الاطفال، هي بتخصنا كلياتنا ولازم نتمسك فيها. لازم يعني شوفي نحن دائما بنقول للشخص لما هو بده يكون يرفع من طاقته الايجابيه او ياخذ الشيء الايجابي بالحياه انه مارس الشيء اللي بتحبه، البس الشيء اللي بتحبه، كل الاشياء اللي بتحبها. طب اذا كل هاي القصص اجتمعت بيوم او يومين او ثلاثه مع بعضها قديش ارتفع طاقته. كمان بدي اقول شغله كثير مهمه للاشخاص اللي هن خلينا نقول على الطرف الثاني اللي هن الاشخاص شوي سلبيين اللي هن بيقول لك انا ما حسيت بالعيد او ماني حاسس انه الدنيا عيد او الى اخره. هذول الاشخاص انا ما راح اقول انه انت عم تبالغ او انه ممكن يكون هو فعلا ما عنده هذا الاستشعار او مضغوط نفسيا او اي تمام ممكن يكون ما هو مستشعر هذا الموضوع، بس انا النصيحه اللي بدي اقول انه هذول الاشخاص لا ينشر شعوره، يعني لا يحاول انه يشارك الناس فيه، لانه نحن اليوم بنقلد يعني وللاسف بنقلد بالسلبي اكثر. شو تأثير هذا الشيء علينا؟ تأثير علينا انه نحن بنمتص هي الطاقات السلبيه من الاشخاص اللي حوالينا، انه هو بيقول لك ما انا حاسس بالعيد، فانت بتقيسي على نفسك طب انا حاسه لا مالي حاسه، فعدوى يعني بتصير عدوى. فهدول الاشخاص بس اللي ما عنده هذا الاستشعار ما يحاول ينقل للاخر ويحاول يشوف دائما الشيء الايجابي فيها، لانه مثل ما قلت ببدايه الحديث العيد بيضل عيد يعني. بس أكيد أكيد زينب، يمكن مثل ما قلتي أنه الطاقة السلبية هي يمكن المنتشرة بشكل أكبر هلأ بالوقت الحالي. عم نشوف دائما الناس تعبانة متضايقة عندها ضغط نفسي أو ضغط اجتماعي بسبب الظروف، فيمكن هي مش أنه أنا ما عم بحس بالعيد، لا، بس هي الطاقة السلبية المحيطة ما عم تخليني أشعر بتفاصيله، لأنه الناس ما عاد
عم تحس بهي التفاصيل اكثر. يعني انت قلتي نقطه كثير مهمه، يمكن اليوم بالعيد عم نحس نحن مثلا الكبير لازم يحس فيه قبل الصغير. نحن دائما مرتبط العيد بذاكرتنا انه معلمه العيله، يعني التيتا والجده والعيديه مع الاهل مع الرفقات، فهي تفاصيل جميله بذكرياتنا. لما تصير في مقارنه اليوم مع اللي عم يشوف ظروفنا، هي المقارنه يمكن هي اللي بتوجع نوعا ما. حبيبتي شوفي، يعني الناس دائما هن قسمين، ناس بتشوف الامور شو ما كانت، شو ما كان الظرف بتشوفها على شكل على انه شيء سلبي او شيء ايجابي. الناس الايجابيين بتلاقيهم بينتظروا اي لحظه واي ظرف واي شيء لحتى يقتنصوا موضوع الشيء الايجابي او الرؤيه المنيحه للموضوع ويستغلوها ويعيشوها، والناس السلبيين نفس الموضوع. فانا لهيك اجيت قلت بس انه انا بموضوع انه انت اذا مستشعر بشيء سلبي حاول ما تنشره، حاول انت خليه عندك، انت ما تحاول تنقله للناس الثانيين، لانه نحن يعني خليني اقول لك مو ناقص الناس اليوم، مو ناقصه. يعني انا اجي انا ظرفي صعب ونحن بنقدر هذا الشيء، ومثل ما قلتي تفضلتي من شوي ما بدنا نكون موضوع فلسفي، لا ابدا ما انه فلسفه، بس نحن دورنا نوعي. يعني اذا انا مثلا عندي شيء مو ناقص الناس، لانه يعني هلا بتلاقي واحد بيقول انا تعبان، الثاني بيقول له انا تعبان اكثر منك، يعني ما بتلاقي في شيء ايجابي بينحكى، دائما هو تسليط الضوء على السلبيات الموجوده. مثل ما حكيت من شوي هي بتصير عدوى. يعني انا بدال ما اتمسك بهذا الشيء السلبي وبلش انشره للناس اللي حوالي لاولادي ولا رفقاتي ولا الناس اللي حوالي، حاول اني لو كنت انا مستشعره بشيء سلبي ما اخذ فيه كثير، واذا الشيء ولازم مثل ما حكيت كمان نلتقط الشيء بس الايجابي بالموضوع ونمشي فيه. أكيد مريم، يعني كنا عم نحكي طبعا تحت الهواء نحن وياك ونور عن تقاليد العيد وتقاليد رمضان كيف نعيشها. اليوم يمكن صرنا نشوف بعد فترة هالحجر المنزلي كثير من الخلافات خفت، يعني انه حتى صار في تواصل مع الناس اللي ما كنا نحكي معهم، صار في اعاده حسابات اليوم. كمان بالعيد هي فرصه كثير كبيره للتواصل مع، يعني نعمل صله رحم والتواصل مع حتى الاصدقاء اللي هن كانوا بالاصل بعاد عنا، يعني فرصه جديده وبدايات جديده اليوم حتى نكون المبادرين بهذا الشيء. شو بتنصحي كمان كل العالم باول يوم العيد؟ تمام. هلا شوفي حبيبتي، بذرة الإنسان، كل إنسان بيخلق هو إيجابي، هو متسامح، وكل الأديان وكل الطوائف بتنادي بالتسامح، والإنسان يكون متسامح مع الآخر ومبادر كمان. فهي ما أنا مقتصر بس على هذا الموضوع، بس نحن خليني أقول لك لما بنكبر بتكبر معنا القصص، يعني إنه نحن ما بنسامح بسهولة وإلى آخره، فبنقتنص الفرص اللي هي بخلينا نقول مثل العيد أو المناسبات لحتى نتحجج فيها ونسامح الآخر. فنحن بالأساس بدنا نكون دائما مستعدين وبدنا نسامح يعني. غير التسامح، إذا ربطنا التسامح مع المبادرة فبتكتمل هي المنظومة اللي هي الشخص دائما المسامح الأكثر قدرة على التسامح هو الشخص الأقوى. ونحن دائما مرتبط بذهننا أنه لا أنا ماني أضعف، أنا ماني كذا، بالعكس يبادر ويسامح ويسلم، لأنه ما أنا مستاهلة. يعني دائما بتلاقي الوقت الظروف الحالكة جدا بيكتشف الإنسان أنه هي ما لها مستاهلة، فأنا بقتنس أول يوم العيد أول مناسبة بتصح لي، حتى إذا ما كان في عيد للسنة جاية أنا لازم ما أستنى، لازم بادر بهذا الموضوع. نحن بنتشكرك مريم، يمكن قيم العيد كثير كبيره واحلاها التسامح، وكمان يعني صله الرحم مع كل العائله وخاصه بالظروف اللي عم نمرق فيها، ما في احلى من الموده والمحبه. صحيح. اكيد رساله اخيره بتحبي توجهي فيها كل العالم او كل اللي عم بيشوفونا؟ نتواصل، نعيد، يعني نروح ما نحرم حالنا سواء كنا كبار بابسط التفاصيل، ما في لا ميزانيه ولا في تقليد معين، لو شو ما كان الانسان اللي بيقولوا يعني هو حامل العيد بقلبه، يعني الانسان بيقدر يخلق العيد بجو بسيط او بجو ما بده، ليش قلت ما بده ميزانيه؟ خلص يعيد الانسان ويفرح الناس اللي حواليه ويحاول قدر الامكان ينشر هذا الشيء للناس اللي قريبه والبعيده. أكيد. نتشكرك مريم العيسى على وجودك معنا، خبيرة التدريب بمهارات حبيبتي. الحياة شكرا لك، ومثل ما قلتي هي العيد بيحملوا الأشخاص بقلبهم تفاصيل بنعيشها يمكن، والمحبة هي ولمة العيلة هي أجمل طقوس العيد. بنتمنى يا رب فعلا العيد الجاي تكون الظروف أحسن، وإن شاء الله يا رب ما نشوف أبدا مرض، والصحة يديمة للكل. شكرا كثير حبيبتي، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا يا مريم، وكل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير حبيبتي.